يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتداول البعض هذا البيت من الشعر ويكرره على لسانه، وهو: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ فما الرأي في هذا البيت؟ لا، هذا وحدة الوجود. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا وحدة الوجود. يقول ما في الوجود إلا الله عز وجل، يعني إن كل شيء هو الله. نعم، هذا من أبيات الصوفية. نعم، يقول فضيلة الشيخ: الوجود فيه الله جل وعلا، وفيه العباد، وفيه الحيوانات، وفيه البر، وفيه البحر، وفيه مخلوقات كثيرة. نعم.